Ainda quer que eu vou? Vai dar o outro para a coisa? Que já perto, hein? كون كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وامركم في احسن ما يكون. اليوم الرابع ان شاء الله في رمضان غادي نشارك معكم اليوم الوصفه اللي غادي نديرو، خصوصا ان بزاف الناس طلبوني عليها، اللي هي تاكوس منزلي، يعني بالطورتيلا منزليه اللي كيقد ايوب، اللي كتجي كتذوب في الفم وغزاله بزاف. صراحه دازت 4 ايام في رمضان ما حسيناش بها، ما شاء الله هاد الايامات اللي دازو غزالين وخفافين دغيا دازو، ف لا الجو ولا حتى النفسيه والراحه كتحسوا دغيا كيدوز النهار. فكنتمنوا يدوز رمضان كامل بحال هكا، ونخليكم معنا باش تشوفوا الوصفه ديال ايوب وتشاركونا النهار ديالنا كيفاش غادي يدوز، واش غادي ندوزوا هذا النهار، اش غادي نوجدوا هذا النهار. خليكم معايا. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واموركم في احسن ما يكون. المهم اليوم قررنا اننا غادي نوجدوا الطاكوس الفطور، وبصراحه كانوا بزاف الناس كانوا شافوني قادي الطاكوس ومع الواقه بالخصوص، يعني قادي الواقه ديال الطاكوس ماشي شبيناها، وطلبوني بزاف المشتركين انني نوفي لهم الطريقه باش قادي الواقه، وقررت اني نشارك معكم هادشي اللي كاين. نبداو على بركه الله. عندي وبعت الكيسان ديال الدقيق، عندي وبعت الكيسان كما قلت هذيك. بعض الناس غادي يقولوا لنا الكيسان ديالاش، ما كيهمش الكيسان ديالاش، يقدر اي كاس اختاريتي، المهم نفس العبار اللي غادي نعطي ديال الدقيق تمشي عليه. وبعت دابا وبعت الكيسان ديال الدقيق تقريبا. ايوب هذا فاش كدير هاد 4 الكيسان شحال كيخرجوا لك من ورقه؟ وبعت الكيسان تيخرجوا لي 8 طاقوس، 8 ديال الطاكوس. 8 يعني وبعت لك كيسان من هذا الحجم هذا، تعطوني 8 ديال الطاكوس. هذا هو الترتيب. الطريقه اللي هي زوينه وسهله، عرفتو كيجي كيدوب في الفم ماشي بحال داك الخبز كيتجبد كيكاواتشو. زدت واحد شويه حيت الكاس ما كانش عامه، كما كتشوفوا هادو هما بعض الكيسان. دابا نفس هاد الكاس باش عبرنا الدقيق، الدقيق غنديرو نعبرو به الحليبيات. هو بصراحه العبر الفري هو 3 الكيسان مع كاس تاع الحليب، ولكن بما انا قلت لكم تنبيو نقادو حنا 8 طاكوستات، تنجي 4 الكيسان ديال الدقيق مع كاس كاس الحليب، كاس وتنزيد شويه تولو تقريبا ديال الحليب، عطرتو يسخن ياك؟ طرطو يدفى يدفى. غتينا دابا غتينا الحليب، الحليب يدفى، عليكم بركة عليه، نطفيو ليه، نطفيو ليه سلمى. غنجيبو الملحة، قياس ديال الملحة طبيعة الحال، باش نقول واش الملحة ولا الدجاج كلها وملحتو، كونتيتي الملحة اللي كياكل، الزيت، بالنسبة للزيت كنديرو نص كاس، نص كاس هذا تقريبا بحال كاس العنبة. بالنسبه لهاد الامور يعني الحاجه اللي مهمه بزاف هي ربعات الكيسان ديال الدقيق بكاس وربع ديال الحليب، ولا 3 الكيسان ديال الدقيق. المهم تاخذوا العبار بحال هكا، 3 الكيسان ديال الدقيق بكاس تاع الحليب دافي، نفس الكاس. والزيت راه تتلعبوا، مثلا درت ربعات الكيسان ديال الدقيق مع كاس وربع ديال الحليب، درت معاه نص كاس ديال الزيت. الحاجه الثانيه هي السنيده، كاينه سنيده شويه سنيده، واحد جوج معالق سنيده،
واحد الخمامه ديال الحلوه حمرا. ديال الحلوه بصراحه خمامه تاع الحلوه في ثلاثه الكيسان ديال الدقيق وكاس ديال الحليب، ولكن ما عندنا عليها فين ندير خمامه وحده في ربعه الكيسان. بالنسبه للناس يعني اللي بيجيبوا خمسه الكيسان ولا المهم هذا الكونتيتي هذه اللي درت تخرج 8 جوج لي طاكوس. نخلط كاس الزيت ونخليو خو الحليب نجمعو عجينتنا عاجي بدا كيتجمع العجينة. هيا بدات كتجمع خاصها تدلك. بغي يقول لكم اي حاجه مهمه، الحاجه المهمه هي بالنسبه للدقيق يعني يقدر يكون تي شراب يقدر يكون تي، المهم العجينه تجي بحال هكا ما جارياش ما قاصحاش طباق كما كتشوفوا وكتدلك مزيان وكتخ المهم خاصها تدلك مزيان تقريبا شي 10 دقائق 10 دقائق بحال العجينه العاديه وصافي. كل ما دلكات مزيان كتكون فيها الخميره العاديه وصافي كتكون فيها الخميرات الحلوه والحليب والزيت. كل ما دلكات مزيان كتجي زوينه وكتورق دغيا. هو بصراحه هاد الخبز ديال الطاكوس تيجي كيدوب بزاف من الطاكوس اللي كنشيو من بابا، حيت هذاك تيكون كيتجبد شويه هذا تيجي الخبز ديالو بحال الخبز ديال البانيني قريب من الخبز ديال البانيني تيجي مقاوش وفاش تعطل الطا يعني ما كتلقاش هذاك الشيء تيتجبد تيدوب هذاك الفم فوالا. دابا غادي يكمل ايوب دليك ونرجع لكم. دابا غادي نحاولوا نقسموا العجينه من بعد ما دلكناها كيف ما قال ايوب هادي على 8 كيخرج 8 طاكوس. وجين بوليوا المهم غنمشيو معها كامله نبوليوها بحال هكا وغادي نغطيوها بشي توب ولا نغطيوها بابي فيم ولا بشي حاجه تكون مزموطه ونخليوها تخمي لمده ساعه خصني نقول اش غتسوى الدوخه. المهم نخليوها واحد الساعه تما كانت تفتح وغادي نكملوا معكم ان شاء الله. عرفت ايوه تصور لي زوين بلا ما تقولي عليا هو ايوه كمل البول كمل لي بول. دابا غادي يخليو يرتاحوا ساعه كيف ما قال ودابا خالتي كتعصر لينا الليمون. وكما كتشوفوا العجينه ديالنا خليناها دابا دازت على تقريبا شي نص ساعه غنخليوها باش تكمل نص ساعه اخرى. بما كما كتعرفوا يعني الطاكوس ماشي مهم انكم تعمروه بشي حاجه معينه يعني ممكن تختاروا الحشوه اللي بيتو يعني بالكفته والدجاج يعني تبدعوا فيه يقدر ان بعض الناس عزيز عليهم الفلفله يقدروا يزيدوا الفلفله يقدر فهمتي على حسب المذاق اللي نتوما عزيز عليكم تعمروا به داك الطاكو. وبما انه يعني الطاكوس يحتاج مكونات كتار باش يعمروا حيت تبارك الله الطاكوس راه خصو على ماذا باش يعمر تنخلطوا يعني كما كتشوفوا هنا بيبي هذا الدجاج لادنت السده ديال لادنت درنا فليفله بحكم ان عندنا واحد الفليفله حمراء قطعناها مربعات باش نخلطوها مع المسائل الاخرين. البصله باش غادي نشحوا الدجاج الخص مطيشة فخوماج ساندويتش لالجيريان. بالنسبه يعني ماشي الناس كاملين غادي يكون عندهم لالجيريان بصراحه حيت شويه مكلفه. يعني الناس اللي بغاو شي صوص اللي هي قريبه من لالجيريان ومذاقها تيتوتن على الطاكوس يقدروا يطلعوا. وبطبيعة الحال كنظن ان كاع العيالات ولا الناس يعرفوا يطلعوا المايونيز يعني غادي يطلعوا المايونيز
وغادي يشدوا بصله بحال هكا مشلطه واحد بصله صغيره مشلطه بحال هكا ولوحوها مع ديك المايه مع داك المايونيز هكا صحيحه يعني مشلطه وشدوا واحد المعلقه صغيره تاع الطوماط كونسونطري ولوحوها وزيدوا واحد شويه ديال الخل ولا الحامض وميلونجيو المسائل كتجي زوينه ولا بغاوها شويه تكون حاره يزيدوا واحد شويه الهبيسه ولا شنو كتجي زوينه يعني كت دايزه. نسيت ما قلت لكمش المهم في هادشي كامل ماشي المايونيز المايونيز تتلوحي فيه جوج دروسات ديال الثومه ثلاثه دروسات ديال الثومه طحنوا مع المايونيز عاد تضيفي هاد البصله وتضيفي الطوماط كونسونطري وشويه الهبيسه كتجي لاصوص زوينه بزاف. وما تنساوش الحامض الحامض ضروري فهاد لاصوص هادشي تجي بطاكوس واعر بزاف كنتمنى انكم تجربوها. بصراحه كنت بغيت نصورها ولكن كنظن انها ماشي شي حاجه اللي هي غراف سهله شويه تاع الماء غادي نعاود باش لاني تنطبخ شويه تاع المايونيز تلحو فيه ثلاثه الدوسات ديال الثومه كتشلضوا بصيله كتزيدوها طوماط كونسونطري معلقه صغيره شويه الهريسه نص حامضه وشويه ديال الخل ولا يقدر المهم الحامض ضروري هادشي اللي بيجد. دابا درنا المقله تسخن درنا فيها واحد شويه الزيت روميه بصراحه هو ما كناش بغينا نشاركوا معكم يعني هادشي تاع التشابو سميتو ولكن بما انه كتسناو يعني العجينه باش تخمر باش نطيبوا الخبز ديال الطاكوس ديالنا قلنا نستغلوا الفرصه على ما يخمم اننا نوجدوا الحوايج اللي غادي يخصونا قلنا اللهم نشاركوا معكم بسم الله. هذا غادي نزيدو البصله هي الاولى البصله لبي تقادو نفس المذاق باش تنقادو انا وسلمى بزا الدجاج معروف إلا بغيت تقنو بصلة ضروري يعني كتحيد منو واحد الزفورية وكتعطي واحد المذاق لي هو زوين صافي غادي نخليهم واحد شوية لما تشحر زدنا فيه واحد شوية ديال أزير غادي نزيدو دابا الفلفلة كما كتشوفوا هنايا زاد ايوب شويه الكمون شويه السودانيه وشويه سكنجبيريه وغادي نخليه يتشحر مزيان حتى يطيب صافي غادي نطفيو عليه دابا ونخليه يكمل طيابو في هذا الصاب هذا وعلى ما يخمر لنا تخمر لنا العجينه ديالنا باش نطيبو الطاكوس ونخليوكم ايوب كان واقف واقف كيتسنى هذاك العجينه تخمر ليه وقلت لي عافاك طيب معاك العشاء هو يقول لي انا من العكس كيعاوني باش نطيب العشاء اش غادي دير في الطاجين عندي داكشي اللي قسم الله صراحه هذا مقفول بالحق هذا مقفول بطريقتي اي بديت فيه وصافي ما ماني درتو لحق ماشي حلو حيت ماني نظامو تياكلش الحلاوه هذا نعمل هذا هو الطاجين ديال ايوب دابا وجدت غادي يردو يتصب فوق البوطه المهم دابا دسا ديال المكانة الكوبيصات ديالنا كما كنشوفو يعني طروبو زاينين تطلقو شابو وسميتو صيبنا على الفريت كما كتشوفو سلطة طوماط طنطو طوماط دابا خصنا نسبحو هاد العجينة بصراحة خصنا شي بلاصة اللي تكون يعني بلا مفيهاش الحفاري باش ما يعني تسرح تسريحة تكون رقيقة بحكم ان الجلي جينا شويه من بعد غادي نحاول انني نسبح فوق بلانشا واخا ما جيش تقدني ولكن غادي نحاول نلقي الغراض فوقها
حيت اهم حاجه في هاد الطاكوس هو خاصكم تورقوا هذيك. اه خصو يجي رقيق. ودابا انا فين جات المرحله المهمه، حيت قدرت توجد هاد لي زانغيديون كاملين في الاخر. تجي الخبز اللي مهم فاش بغيت تخشي داكشي ما يسقليش، ف توكل الله. اول جينا كتشوفوا العجينه كيفاش كتجي، شوف التكليك هو بصراحة يعني ماشي مهم. انا نقدر نجيب خبز تاع الطاكوس ضايع، ولكن ماشي مهم انك تجيبيه ضايع 100%. يجي مال يقدر يجي عوج، المهم هو في الطوية عاوتاني في الاخر طوية مقاد. نبقى تنسبحو فيه. سلمى بيت نعمر دقيق ما كاينش شي هكا هكا اجي اجي لي لابسه ماك. المهم سلي فاتني سلمى طابليه طابليه ديالها. كما شفنا تجي رقيقة ولكن باقي بغينا نسبحوها مزيان حتى تولي رق من هكا. كما شفتو كتولي بحالها شفافة وباقي غادي نزيدها شوية واحد الوقتة اللي هي مهمة وسهلة حتى تيكون بقا الضوء تجبد هداك. ماشي مهم لما الانسان معرفش يدير باغا كاين ديك شتوها. يعني ما تتكونش تتقطع العجينة دغيا كما كتشوفو، يعني العجينة ما تتقطعش دغيا. العجينة اللي هي مزيانة كنتمنى انكم تجربوها وتعطيو ليا خبر. لا نسيت صغيرة دابا ايوا بغيت بخصوص يعني واحد اللحظة يعني لقتها يعني بخصوص الثياب تتجيو على مهل انا اختاريت هادي قدرت تختارو مقلة. المهم شي حاجة اللي متسعة ولا نقصو من البول لان العجينة كما كتشوفوا خصها تجي بحال هكا يعني رقيقة، هي ما كتقطعش. العجينة اللي هي مزيانة كما كتشوفوا يعني ماشي تجي تتيرا. العجينة مزيانة كنتمنى تصدق ليكم شليكي. دابا غادي نطاطي، دابا غادي نطوها هنا تب صافي. يعني التياب تا هو مهم ما خصهاش تنشف بزاف، يعني كنلوحوها يلاه تتشد شويه تعاودو نقلبوها حيت خصها تكمل طيابها في البيصات والبانيني. ها هو هذا كمل ليها الطياب هكا كتجي شوفو هكا. يعني ولا بيتو يعني تسهلو عليكم موريا تديوها في شي زيت بحال هكا وتغطيوها باش ترطاب. يعني كي كنلوحوها كنتسناو هاد الشوي، ماشي مهم يعني تنفخ ولا سميتو ماشي مهم. هي تطبي ديك القشره من التحت وكنعاودو نقلبوها يعني ديك الساعة. شوفو طاب.
دابا غادي نكمل الخبز ديالي بحال هكا في الطياب كما كتشوفوا. نكملوا كاع داك سميتو ونخليكم معنا نكملوا معكم التعمير كيفاش. ايوب قرب يكمل الطاكوس ديالو، انا كنقاد شويه البغرير كيف ما كتشوفوا. فهادشي اللي غادي نديرو اليوم، فقربنا نساليو ان شاء الله، واصلا ما بقى والو الاذان شي ساعه ونص، دونك غادي نجيبو قد قد ان شاء الله. خليكم معنا دابا غادي نشوفوا الطريقه باش غادي نعمو الطاكوس. كما شفتوا هادي لاصوص الجيريان ميلونجيتها مع المايونيز مع نفس لي زانغيديو اللي عطيتكم في الاول الفيديو، يعني البصله مشلوطه والعيبات تجي واعره بزاف. تقدر تستخدموا لا ما عندكمش الجيريان، تستخدموا غير لاصوص اللي عطيتكم تجي زوينه. بسم الله. هذا الخبز كما كتشوفوه انا قلت لكم على حسب العمر كل واحد باش يعمر. دابا علاش نخلي فيديو بغيت نوريكم هيك الطريقه باش تطوروا الطاكوس، يعني الطريقه باش غادي تطوروا الطاكوس. فوم الساندويتش كنجيو لهنا كنضطو هاد الخبز لحنا، كنحاولو اننا يعني باش يكون متوازن، كنجيبو هادي لهنا بحال هكا، كنخشيو هادا من هنا باق، كنجيو لهنا كنعاودو نفس المسألة. طريقة بسيطة، هدا هو الطاكوس كما كتشوفو. هدا هو الطاكوس كيجي خطير زوين بزاف، كتجي الباط مزيانة كلشي مزيان فيه. كنتمنى انه يجيكم ان شاء الله. نتمنى انه يعني الفيديو تستافدوا منه شي حاجه، وكنتمنى انكم تجربوا الخبز ديال الطاكوس ويجيكم يصدق لكم. المهم الا تبعتوا يعني المراحل كما تبعناها حنايا غادي يصدق لكم 100%. واللي بغيت نقول لكم هو دابا باقي لنا واحد 10 دقائق باش تودوا المغرب. الطاكوس ديالنا واش كلشي واجد، توجد العشاء هو واجد، كي جيتكم ختام وهميس هادشي اللي كاين. كنتمناو لكم نهار موفق، و الا كنتو اول مره تزوروا القناه ديالي انا وايوب مرحبا بكم والف مرحبا. ما تنساوش ديروا ابوني ولايك وكومونتير، خليو لينا لي كومونتير ديالكم زوينين بزاف، وشكرا بزاف لي لايك. ما تنساوش تجيو جيم الفيديو سلام.